السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحيحتكم لاباس، اموركم مزيانه. اليوم بغيت نشارك معكم المعقوده بالموتزاريلا والفخوماج محكوك. كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. ونبداو على بركه الله. كنحتاجوا للمعقوده ديالنا كما كتشوفوا كيلو ونص ولا كيلو ديال البطاطا. كنحتاجو معلقة ديال التحميرة، نص معلقة ديال الكمون، معلقة ديال الإبزار، معلقة ديال الخرقوم، ومعلقة ديال الملحة، كل واحدة على حسب الذوق ديالو. جوج بيضات كنديرهم فيها من الداخل، وعندي ثلاثة المعالق ديال الفرماج محكوك أي نوع، ثلاثة المعالق ديال الموتزاريلا، ثلاثة المعالق ديال الخبز مطحون، وثلاثة المعالق ديال قزبر المعدنوس مقطعين هكا. عندنا جوج البيضات هادو من النهايه باش غادي نمرغوا فيهم البطاطا ديالنا، والخبز المطحون كذلك نخليهم هادو من النهايه، ما كنديروش فيهم، ما كندخلوهمش في المعقوده، كنخليهم هادو من التالي. ونبداو على بركه الله. فوالا كما كتشوفوا خدينا الكسكاس ديالنا. غير واحد الملاحظه البنات، انا بطاطا ما كنسلقهاش في الماء، لا الشلاضه ولا اي حاجه كنبغي نديرها ما كنسلقش بطاطا في الماء. حقاش راكم كتشوفوا يعني كتشرب لنا داك الشويه ديال الماء، واخا نديروها مكموله في الماء تسلق، ملي كطرطق ولا كتجبروها يعني بحال داخله الماء. يعني من الاحسن انا كنفضل انني نفورها في الكسكاس، كتبقى لي رائعه، كتبقى شاده راسها، ما كتعجن ما والو، كتجيني رائعه، لا الشلاضه ولا لاي حاجه. كما كتشوفوا غادي ناخذ بطاطا غادي نديرها في الكسكاس ديالي. فوالا ولا البنات، غادي ندير بطاطا ديالي في البوطه، وغادي نخليها حتى تفور، وغادي نرجع معكم باش غادي نخلطوها مع المقادير ديالنا. ولا غادي نرجعكم من جديد بعد ما طابت لنا بطاطا ديالنا فورناها، ودابا غادي نتكيو عليها بهاد المعلقه هكا، نتكيو عليها هكا باش تعجننا. فوالا فوالا كما كتشوفوا البنات كلها سلطات. دابا غادي ناخذ الفرماج ديالي، موتزاريلا عفوا، ناخذ ثلاثه المعالق ديال الفرماج اللي درت قبيله، ناخذ ثلاثة ديال المعلقات ديال القزبر والمعدنوس، ثلاثة ديال المعلقات ديال لاشابلوغ، أنا هاد الناس كانوا معبورين عندي ديجا في اللول، وناخذ العطرية ديالنا، نزيدو عليهم البيض. دابا البنات نخلطوا هاد المكونات ديالنا كاملين. ولا البنات هاني رجعت لكم مره اخرى من بعد ما خلطت داك البطاطا مع كلشي داك المكونات اللي درت فيها داك المقادير. ودابا غادي ندوز البيض، غادي نخلط البيض ديالي مزيان. باش غنبدا المرحله الاخيره، فوالا البنات دابا غادي نجيب لاشابلوغ ديالي اللي عندي، وغادي نخرج انا فهاد الجنيه. فوالا كما كتشوفوا، وغادي ناخذ البنات شويه ديال الماء، نبقى ندير فيه يدي باش ما يلصقليش، تلصق لي البطاطا في يدي، وغادي نكور الكويرات هكا. وانا البنات نديرهم في البيض،
ونعاود نديرهم في لاشابلوغ. فوالا ونحطهم هكا. غنبقى على هاد الطريقه البنات حتى للنهايه. ناخذ شويه ديال البطاطا على الشكل اللي بغيتو، كاين اللي كيبغيهم صغيرين كاين اللي كيبغيهم مويه، نتوما اللي بغيتو ديريهم. فوالا هكا غادي نديرها في البيض ونعاود نديرها في لاشابلوغ. اللي عنده الخبز مطحون البنات يدير الخبز مطحون، اللي ما عندوش يدير لافارين، كل واحد واللي عنده في الدار والموجود. فوالا البنات كيما كتشوفوا هكا عاد نستمروا على هاد الطريقه حتى نكملوا هاد البطاطا اللي عندنا كلها. كوروها هكا وبخي كنديروها في البيض، نعاودوا لها فلاشا بلوغ. اي فوالا وهي معقوده ديالنا. غنستمر على هاد الطريقه حتى نكمل هاد البطاطا اللي عندي كلها، هي بخي نرجع معكم باش نمشيو نقلو البطاطا ديالنا. فوالا البنات كما كتشوفوا هاني ساليت المعقوده ديالي، كورتها هكا شكلتها على شكل خبيزات صغوري، ودابا غادي نمشيو باش نقليوها. فوالا ودابا غادي نبداو نقليو المعقوده ديالنا. ها انتما البنات وامهات ديالنا، غادي نقصوا لها شويه العافيه. الزيت يكون سخون البنات محقاش بطاطا طايبه كلشي طايب باش ما تشرب لناش الزيت. فوالا كما كتشوفوا شفتوا البنات كي كتنفخ كتنفخ مع داك الفخوماج اللي فيها لداخل ومع البيض. ولا كما كتشوفوا معقوده ديالنا حمرت، كنقلبوها على الجهه الاخرى تجي واحد اللون احمر مذهب مزيون. وانتم كتسمعوا مقرمشه، مقرمشه معقوده ديالنا حمرت من جوج جهات. دابا غنبقاو نحيدو فيها هكا. شوفو البنات كي كتجي رائع الكولور ديالها، حمرا زوينه ومقنفليه. لي باقا شويه نتوما كيما كتشوفو البنات غادي نستمر على هاد الطريقه حتى غادي نكمل اللي بقى لي كله ديال البطاطا ومن بعد نرجع معكم. فوالا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال المعقوده ديالنا، كتجي رائعه مقرمله ومقرمشه. كنتمنىها انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وترجعوا عليا في لي كومونتير. ما تنساونيش بلي كومونتير زوينه والتشجيعات ديالكم، ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.